الآن سنكرم إنسانا اختارته لجنة التحكيم رجل العام، وكان متوقعا أن يسلمه درع التكريم رئيس الجمهورية السابق العماد ميشيل سليمان، لكن الظروف شاءت أن يعتذر الرئيس وسمى ممثلا عنه في هذه المهمة النائب السابق الأستاذ جواد بولوس، فأهلا وسهلا به ليتفضل. براعة قيادية وتطويرية، طوع المفهوم الأكاديمي في خدمة الطلاب ومستقبلهم، يؤمن بأن فرصة واحدة كفيلة بتغيير المصير، لذا يمنحها إلى كل من يطلبها. نقل خبراته من الخارج إلى لبنان، حيث ارتقى بالمستوى الجامعي لينقل جامعة الـLAU إلى أروقة الأمم المتحدة بعدما أرسى مفهوم تنمية المحيط. فكان خيار لجنة التحكيم تكريمه ومنحه لقب Man of the Year. إنه رئيس الجامعة اللبنانية الأمريكية الـLAU الدكتور جوزيف جبرا، فليتفضل. أنا متفائل أبدي، لست هنا لأخدم بل لأخدم، يقول الدكتور جوزيف جبرا. كجامعة عندنا مسؤولية على أنه نوفر التربية، لأنه هذا حق من حقوق الإنسان، هذه شغلة مهمة جدا. منذ العام 2004 عمل رئيس الـLAU على التفوق الأكاديمي، سخر رسالته خدمة للإنسان وللبنان، هدفه كان وما زال بناء جيل يليق بالمستقبل. I have a dream that the nightmare that this country, this region is going through will come to an end. الـLAU أصبحت صاحبة الامتياز الحصري في تنظيم مؤتمرات نموذج الأمم المتحدة. اليوم على عاتقها تدريب طلاب العالم على التعليم والديمقراطية والالتزام المدني وحل النزاعات العالمية. بدنا نروح على أمريكا نعلم الطلاب الجايين من جميع أنحاء العالم، بدنا نعلمهم. الدكتور جوزيف جبرا أعطى الـLAU نكهة بين التراث والوعد، بين الرؤية والرسالة. الدكتور جوزيف جبرا رئيسا للـLAU كبيرا من لبنان. We shall conquer. We shall overcome because of you. You are the best agent of change in the world. And no one should stop in your bed. No one. مساء الخير. لعل أجمل هبة في الحياة هي هبة العطاء التي ترصع تاج الـLAU وتترجم على الأرض بمحبة الغير والتفاني في سبيل بناء مجتمع كريم يحضن الجميع بدون أي تفرقة. وطبعاً من صلب رسالتنا هو التزامنا القوي بمسؤوليتنا الاجتماعية
وبتوفير فرص اكتساب العلم لكل شاب لبناني أو شابة مؤهل لدخول الإليو بقطع النظر. ثانية الجامعة في هذا العام الدراسي أكثر من 25 مليون دولار مساعدة للطلاب المحتاجين، ولم نرفع أصوات الجامعة هذه السنة. وأيضاً من خلال نموذج الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية تحتضن الـLAU أكثر من 3000 طالب وطالبة من المدارس الثانوية والمتوسطة، وتدربهم على ممارسة الديمقراطية وعلى فن الخطابة والمفاوضات الدبلوماسية وحل النزاعات بطرق سلمية. إذن تكريم الـSEA لي هذه الليلة هو تكريم مميز للعطاء وخدمة الغير المتجسدين في رسالة الـLAU الاجتماعية. فشكري العميق لعائلة الـSEA وبالأخص إلى الأستاذ مارون والسيدة فيوليت بلعة وإلى كل الذين ساهموا في نجاح هذه الليلة الممتعة. عشتم جميعاً أيها الحضور، عاشت مؤسسة SEA، عاشت الجامعة اللبنانية الأمريكية، وعاش لبنان، وشكراً.